من عندي اذا بدي اعمل ريبريزنتيشن لميكانيكال لود احسن طريقه او الشكل العام حتى اعمل ريبريزنتيشن راح اخذ تورك من البرايم موفر. في حالتنا هاي الموست كيسز احنا راح تكون راح اخذ التورك اللي طالع من مرات بنكون بنسميه الكترومغنتيك الكترومغنتيك انديوس تورك. اخذنا التورك اذا في عندي توركس بتقاومه التوركس اللي بتقاومه بطرحهم من هون صار عندي نت تورك. وهاي بامكاني احط فوقها صم مضبوط عم نجمع كل التوركس اللي بتاثر على هذا الشافت بيطلع عندي النت توركس من هون بقسمهم على الانرجي توتال انرجي تبعت السيستم. هلا اذا قسم التورك على انرشيا شو بعطيني؟ بسمي هاي اكس اكس وهاي اكس اكس، ايش راح يعطيني؟ اللي هي مجموع التوركس راح يساوي الفا في السم اوف اي، مش هيك؟ والوحدات هون عندي هون نيوتن متر هون عندي ايش الوحدة؟ كيلوغرام متر سكوير وريديانز بير سكند سكوير. فالان اخذنا مجموعة توركس من هون قسمها على الانيرشيا اعطاني هون الفا روتيشنال اكسلريشن هلا اذا اخذت الروتيشنال اكسلريشن عملت لها انتجريشن ايش تعطيني؟ صارت عندي اوميجا. هلا إذا عندي هون ممكن يكون فيسكس فريكشن مظبوط وممكن يكون عندي كولوم فريكشن. إذا عندي كولوم فريكشن شو بكون؟ كونستنت وإندبندنت أوف سبيد. إذا عندي فيسكس فريكشن بيعتمد على سبيد. فإذا عندي فيسكس فريكشن رح ناخذ نقطة من هون اللي هي ايش؟ روتيشنال سبيد. هاي روتيشنال سبيد اللي هي أوميجا راح اضربها في بي وبي اللي هو coefficient of viscous friction. ايش اللي بميز viscous friction عن coulomb friction او dry friction؟ coulomb بنسميها مرات dry friction هذه مش dry friction. viscous friction تعتمد على وجود لزوجة ما بينهم. اوكي ايش اللي بميزهم؟ انه هذا بيعتمد على السرعة هذاك independent of speed. هذا اعطاني تورك، الفيسكس فريكشن راح يساعدني ولا راح يقاومني؟ او الفريكشن كلها بشكل عام ايش دائما بتعمل؟ اوكي؟ اذا هون الاشاره عشان هيك الاشاره هون. اذا هذا صار اف او تاو. هون هذا تاو مش هيك؟ ضربنا اوميجا. في بي ايش لازم تكون وحدة بي؟ ايش بده يطلع معي في النهاية؟ نيوتن متر. ايش عندي انا هون؟ راديانز بير سكند. فراح تكون هاي نيوتن مترز بير راديان سكند.
الراديان إذا بدك تتخلص من الراديان لأنه هو مش يونت حقيقية نيوتن متر. بطلع معي هون نيوتن متر هذا راح نحطه هون VIS viscous friction. هلا كمان ممكن يكون راح يكون عندي اللود هذا راح يقاومني. هلا هذا طبعا بيعتمد على طبيعة اللود. في عندي constant torque load وفي عندي variable torque load. في الحالة هاي في حالة الفان والبامب السنترفيوغال فان وسنترفيوغال بامبس. ليش قلنا عنهم سنترفيوغال؟ سنترفيوغال بامب او عفوا سنترفيوغال بامب وفان. السنترفيوغال بامب ايش مبدا عملها؟ عمالها بتعمل روتيشن للليكويد بسرعه معينه، فالطرد المركزي شو بعمل؟ بتفش الليكويد. ولذلك احنا بنرسم احيانا السنترفيوغال بامب. اذا عمركم شفتوها مرسومه زي هيك. فكأن الليكويد بدخل من هون ولما هاي تبدأ تلف طرد مركزي بهذا الشكل شو بتعمل بالليكويد؟ تدفشه لبرا بيطلع من هون. هي مش positive displacement pump هي centrifugal pump أو dynamic pump. إذا centrifugal pump أو الفان speed torque curve تبعهم كلود تناسب مع مربع السرعة. كقاعدة عامة راح تشوفوا هذا هون التورك بتناسب مع مربع السرعة والباور بتتناسب مع مكعب السرعة. إذا عندي هون هذا راح يكون وهذا شكل الكيرف راح يكون تي بتساوي كي إن سكوير. هل هذا اللود راح يساعد المحرك ولا راح يقاومه؟ إذا أنا مسكت فان وصرت أحركها بسرعة معينة مش راح أحس إنها في مقاومة؟ إذا إيش راح تكون الإشارة؟ بس عايش هي بتعتمد. طبعا هذه وحدتها هون N انا ممكن احطها K تانية K2 يعني ممكن تكون K1 K2 والاختلاف بين K1 و K2 بس رح يكون بسبب الوحدات. ايش وحدة N؟ RPM RPM. بس وحدة أوميجا رادز بير سكند. فوحدة أوميجا رادز بير سكند فرح يكون عندي هون T تبعت اللود. إذن هاي صارت تي تبعت الفان أو البامب تي ال وشارتها ماينس لأن رح تقاوم الإشارة اللي جاي من المحرك. فعندي هون رح أخذ نفس الإشي أوميجا. خلينا أحط هذه هون. هاي صارت تي فيسكس فريكشن ورح يجي عندي هلا أوميجا. بس إيش لازم أعمل بالأوميجا؟ إذا صار عندي هون هلا بس تتغير السرعة بس تتغير سرعة الشافت. طبعا الشافت هدول الاثنين مربوطين مع بعض، المحرك مربوط مع الفان. إذا رسمنا الفان هون نفس الشافت فلازم يكون هذا الشافت له نفس. بصيرش الفان يكون لها سبيد والمحرك له سبيد، بصير هذا الشافت سوليد بنفس السرعه. فنفس السرعه تبعت المحرك هي نفس السرعه تبعت الفان. راح يعطيني هلا التو توركس المتقابلين من هون. هلا هذا التورك وين بده يجي؟ هذا الالكترومغنتيك تورك اللي جاي من المحرك. هاي احد الطرق او هاي طريقه لحتى اعمل موديلنج لهذا للسيستم. ميزه هذه الطريقه راح تعطيني الدايناميك ريسبونس، ما راح تعطيني بس ستيدي ستيت كونديشنز. بس اشغل هذا السيستم راح يبدا يتسارع لحد ما يوصل عند النقطه المطلوبه وراح يعطيني الريسبونس. هلا راح نشوف راح يعطيني الدايناميك ريسبونس تبع السيستم.